فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للحاج أو المعتمر عند التحلل أن يأخذ من شعره هو بنفسه؟ أي لا مانع أنه إذا أراد التحلل أنه يقص من شعره للتحلل، ما قصه للرفاهية أو إنما قصه للتحلل، هذا نسك، قصه للنسك لا بأس بذلك. نعم، الممنوع أنه يقصه أو يحلقه للرفاهية. نعم.